مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلى الكادبري. حلى كتير سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة بكل بيت ورح تعجبوا إن شاء الله الجميع. طريقتها كتير فخامة، عن جد فخامة على الحل. مثل ما شايفين روعة. فخامة ما بعدها فخامة، كتير رائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بدي استعمل كوبين حليب، 100 جرام شوكولا، ملعقة صغيرة زبدة، ملعقة طعام سكر، 3 معالق طعام كادبري، ملعقتين طعام نشا. بنحط الحليب بالطنجرة. كادبري، نشا، سكر، بخلطهم شوي على البارد. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. شد عنا الخليط وصار بهيدا القوام. هلا بحط فوقهم الشوكولا والزبدة، بحركهم مع بعض ليدوب عنا الشوكولا والزبدة منيح. دابوا عنا الشوكولا والزبدة وصار عنا هيدا القوام. هلا بطفي الغاز وبحطهم بكاسات. هلا بحطهم على جنب وبدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير الكريمه. عنا بالجات 150 ملي حليب بارد، وممكن نستبدل الحليب بمي بارد. وعنا ظرف كريمه مع شوكولا. بخفقن مع بعض حوالي 3 دقائق لتشتد عنا الكريمه منيح. بس خفقنا الكريمة وصارت عنا بهيدا الشكل، هلأ صارت جاهزة لنحطها بالبراد. بنحط الكريمة بالبراد وبحط خليط الكادبري اللي عملته أنا وياكم بالبراد حوالي نص ساعة. بنرجع بنحط الكريمة على الخليط. بعد ما بردت عنا الشوكولا بالبراد، هلأ بدنا نحط الكريمة على الوجه. حلو جدا، سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا ابدا وقت بالتحضير. بودن الكادبري اخذ معي حوالي 5 دقايق بالتحضير، والكريمة 3 دقايق. الزينة ممكن اذا انتم بتحبوا بس تعملوهن هيك، تحطوا شوكولا على الوجه اذا ما متوفر عنكم الكريمة. يعني هيدي الحلو بتاخد معنا حوالي 5 دقايق بالتحضير بدون الكريمة. بحطهم على وجه الكادبري. بنحط تشوكليت تشيبس. تشوكليت سبرينكلز. هيدي الرسبي كتير بتعجب الناس اللي بيعشقوا الشوكولا. هيدا شكلهم النهائي. بتمنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.